لحظة، انت سمعتوا اخر خبر؟ انا راح اعلن واقول من دون ما ارجع لاي احصائية، ولكنها ملاحظتي التي لا تخطئ. اسمعوا ركزوا، انا على يقين تام انه المنتخب الارجنتيني هو الاعلى شعبية في كل العالم، احاجج واراهن على هاي المعلومة، علما اني ما عملت اي احصائية، ولكن فجرونا في كل مواقع التواصل الاجتماعي اكثر منتخب يتم ذكره. اعلم يقينا انه ميسي سبب في ذلك، ولكنه سبب وليس كل الاسباب. طول عمرها الارجنتين وجمهورها حتى من قبل ميسي بيعملوا ضجة وحركة كبيرة قبل اي بطولة كأس عالم. يمكن هاي النسخة طغوا بزيادة بحكم انها النسخه الاخيره لميسي قبل الاعتزال، بس فعليا نسبه محبي المنتخب الارجنتيني ومن يتمنون تتويجه بكاس العالم فاقوا جميع محبي المنتخبات الاخرى.